خويا غالي السلام عليكم. السلام. ايش اسمك ربي؟ اسماعيل. اسماعيل، اسماعيل مغربي، انا نعرف ان انت مغربي. مغربي. من المغرب؟ من الرشيدية. من الرشيدية، الرشيدية وين بالضبط تجي؟ قريب في الوسط. لا في الجنوب الشرقي. قبل الجنوب شوية. شي جنوب قريب مكناس الرشيدية. سي يعني لوطة شوية من كازا دي تاع مولاي. لا تحش بزاف، بعيدة بعيدة على كازا. كي انا قلت لك لوطة شوية من كازا. يعني كازا راهي جاهي بتبيعتها لوطة كازا. خاطر كازا راهي لوطة من بعدها بشوية شوية تلقى شوية. تلقى البلاد تسكن فيها انت. يعني انا اش حبيت نقول؟ يعني البلاد تسكن فيها انت مازلت بلاد خير، مازلت فيها الاصل ومازلت فيها الحشمة ومازلت مع النية والنية وما فماش حتى الطفلة تلقاها شعرها عريان ومازال لك العروبة الاحترام والتقاليد الاحترام كيف نقولوا نحن في مصر الصعايدة الصعيد فوالا. قداش عندك في ايطاليا اسماعيل؟ شي عام ونص. مازلت جديد. جديد واه. اش قولك في ايطاليا؟ اش قولك في الغربه والجميره؟ نقول لك الغربه مليحه مليحه, غربة مليحة. يمكن اسماعيل اخي انت تحكي مليحه خاطر عندك عام ونص. شفتوا المقابلك هذاك عنده 20 سنه كان نسال يقول له شويه شنو الغربه يقول لي يا معلم تو اي واحد يعمل لك هك. انا واحد من الناس عندي بزاف زاده الغربه باهية اخزك كيفاش جاي كونترني باهية الغربة ايمن اين جد ولده اخزك كيفاش كلها ولد الغربة باهية الغربة باهية الغربة خايبة اقسم بالله الغربة باهية اقسم بالله العلي العظيم بغيتي تجمع راسك دبر على راسك غدبر على راسك كاينين جوج طرقان في الغربة اش تعمل كين اسمع كاين طريق افانشي وكاين طريق سولو كوا باهي فاش تعمل انايا فريلا كان فاتشام ندور في جوانتا ندور في جوانتا وحنا صلفومي نو بيزنيز نو فارينيتي قال لك انا نتكيفك هاو لا نلحم لا نشرب لا نعمل وعنده باليه واحده زاتلا ان شاء الله ربي يتوب عليك خويا الغالي ان شاء الله ربي يهديك انا ود الشيشان زاتلا عندنا في الشيشان الشيشان تاع المغرب كازابلانكا وتحيه لامي وبا وتنبغيك الوالده بزاف وان شاء الله اخبار في راسك اوكي خلينا نكمل نحكي مع اسماعيل دور جنتك يرحم وديك اسماعيل شنو قولك في الغربه وانت عندك عمل قلت لي باهيه الغربه مليحه الغربه شبه الرجال الغربه بالرجال الغربه ديال المستقبل ماشي ديال سي ولكن اسماعيل اخي قاعدين نشوفوا في برشا عبيد ضايع في الغربه لا شوف اللي يجي الغربه مشي يسعى يعني عنده صنعه عنده حرفه يتنفع فهمتي يعني كي تجي يجيب معك حاجه حرفه اللي تنفع حرفه صنعه بسرقه ما تخدم توا هنا في خاصة في الزونة دي أودين هنا راهي يعني هنا راهي معناتها طبقة الفوق مش كيف البلدان الأخرين هنا صعيبة برشا البلاد هذيا خاطر منظفينها برشا الحاكم توا نحن أنا قبيلة كنت هنا كانوا فما 8 أو 9 كراهب نتاع حاكم على حكي على واحد ما لقاش تليفونه صحيح ما مامي فهمت يعني صعيبة شوية البلاد هذيا أنت هناك جيت يعني من نهار لاني فضيت أمورك يعني لقيت وين تسكن لقيت أنا نشوف فيك تبارك الله ما شاء الله مضيف أمورك واضحة يعني من نهار لاني ولا لقيت فيها تعب الحكايه ولا لقيت شكون هزك لقيت شكون سكنك لقيت شكون فهمت اول مره قلت لك مشاكل بزاف مشاكل في السكن مش حاجه ولكن الحمد لله بشي بشي لقيت شي ولد بلادك لا لقينا ما كاينه جمعيات هما اللي عاونونا ما لقيت جمعيات لقيت عربي عاونك لقيت شي عربي يعاونك ما فماش لا مشينا جمعيات خرجنا ضنا في المدينه مشينا قهاوي وهنا اسماعيل هنا اللي باش يعاون خاطر انا كي نقول لك الكلام هذا تو نعرفها بيان الغربه هنا ورماي اللي باش يعاون راهو ما عادش علاش على خاطر اللي باش يعاون بيدو هو مستحق اعانه خاطر مرات يجي يقول لك شبه العباد ما عادش تعاون كيف قبل راهي عباد ما عادش عندها كيف قبل يعني عباد ما عادش خالطه يعني شفت هذاك اللي عنده فاميلته وراكو عنده مرته وصغاره راهو كي باش يروح مثلا في الصيف باش يروح تساكر هو عنده مثلا نفرضوا نحن عنده 3 صغار وهو ومرته تساكر هو والمرويحة نتاع تونس وحدها يلزمها قرض يعني ما عادش عنده باش يعاون يعني العباد ما عادش عندها كيف قبل ما عادش فما والا تو اسماعيل انت تو تشوف العباد اللي تدور في الكياس مثلا عباد تدور في الكياس يعني باش تاكل الكروشه عباد اللي تلحم تو نحن نقولوا باش تاكل خاطر شفت نحن في المغرب وفي الجزائر وفي تونس ما يعرفوش الحاجه هذه راهي عباد هنا تبيع في جونته ولا يبيع في ستر ولا يبيع في حكايه باش ياكل في كرشه والله العظيم باش ياكل في كرشه خاطر عباد ما عادش انا مانيش نلقاهم في الاعذار ولكن راهي عباد ملزوزه زاده ما يعطي حد هنا اسماعيل فماش شكون يعطيك فماش شكون يوكل شكون يلبسك شكون ياكل لله فماش يعني فماش يعني لا عندك دراعك وحرفش كي ينفعك هنا حاجه اخرى ما كاينش يخطاك ذراعك خانك ذراعك خانت كل شيء هذيك معروفه بارتو هذه الغربه يعني قداش يعاونك بنادم قداش ما يعاونك واحد النهار غادي توقف على راسك شكون جايب ذراعك وجايب حرفتك ما تنفعك
هنا العائله ما واخا يعاونوك شي يعاونوك واحد ناقص انت تقد راسك تقد مستقبلك راسك هنايا فهمتي دبر امورك راسك يعني ياك جاي من واحد البلاد مثلا جاي من المغرب جاي واجد الغربه هنا عارف الغربه اش كتسوى جاي واجد جاي حاضر يعني عارف الغربه بلي صعيبه ما سهلاش خصك تقاتل معاها هذيك الحاجه الباهيه هذه هو سؤالي تحب نساله لك اسماعيل يا لندرا لوروب والغربه اللي كنت تصورها لقيتها ولا كنت تصور حاجه جيت لقيت حاجه اخرى؟ لا انا ما كنت جاي عارف الغربه صعيبه عارفها جا. انا ما جيتش على الغربه على الماكل وعلى الباس فهمتني انا جاي على المستقبل لان نقول لك انا بلادي ما لقيتش فيها مستقبل فهمتني يعني جلست شي 24 سنه في المغرب الكل اللي موجودين هنا نحن الكل بلادنا ما لقيناش فيها مستقبل كان لقينا مستقبل في بلادنا ولقينا اسمعني خليني الموضوع هذا ما نجبدوش خليني ما نجبدوش خير يعني كان جينا لقينا مستقبل في بلادنا اش نعملوا هنا صحيح شوف نقول لك انا اوروبا بلاد المستقبل مو بس هي ماشي بلاد البيع ولا بلاد السرقه بلاد الشفره يعني بلاد المستقبل الشفره لا ودك اوروبا ماشي بلاد الشفره ماشي بلاد السرقه ماشي بلاد الشفره الشفره السرقه بالمغرب يعني اوروبا بلاد المستقبل وبس بلاد المستقبل يعني مستقبل بالخدمه بالخدمه وبالحلال بالحلال بالحلال صعب وبس انت توا عندك عام ونص جيت معناتها بالحلال ونزلت تقدم ما تلزيتش مثلا تعمل حاجه حرام باش تاكل باش تلبس حتى انا مرات انا واحد من الناس انا ونقولها نقول فما بيت سبحان الله يتلز يا خويا الله غاد ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله ربي يتوب عليهم ان شاء الله ربي يرزقهم بالحلال ولكن فما عباد راهي تتلز ما تلقاش انت ما تلزيتش لا ما صرفتش ما تلزيتش باش تعمل حرام لا الحمد لله احمد ربي انا ما جيتش عندي الحمد لله الحمد لله انا ما جيتش عندي الصنعه ديالي نفعتني باش خدمت معاها يعني ما يعني عندك حاجه خلتك ما تتلزش صنعه شنو صنعتك سباق سباق خدمت في السباقه في الصباغه يعني صباغ الديور صباغ دهان دهان نقول دهان هنا برشا فلوس سي 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 بهان دهان وتبدا اسمعوني دهان والا ادراوليك يعني بلومبي والا صودور كيف السيد صاحبنا يعني اللحام مش نحكي اللحام الاخرى اللحام يلحم يا ودي يلحم صودور والا البلومبي يعني الادراوليك والا الدهان راهي برشا فلوس خاصه كي يبدا صاحب صنعه يبدا كي تبدا صاحب صنعه تبدا معلم نقول نحن تبدا صناعي وتتعرف هنا ماما ميا خويا الغالي ان شاء الله ربي يوفقك اوكي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ربي يرجعك لاهلك لدارك محصن مضمن وتضمن مستقبلك وتضمن مستقبل داركم انت تو ميساج خويا في الاخر للمغرب تحب تخدم باي كلمه تحب توصل ديديكاس لداركم نسلم على المغاربه والعائله ونصر رشيديه كامل والحومه والوالده والخوت ونقول لهم الغربة زينة وما زيناش ولكن الغربة ما سهلاش خصها يكون مادام يكون راجل ويقد بها ومرحبا اي واحد من حبايب الغربة يكون راجل بالله هذا ميساج من عندي انا في الاخر بكل خاطر الناس كل ديما خاطر العباد راهي تشوف كيف في الخايب انا راني نعدي كل شيء نعدي الباهي نعدي الخايب نعدي المجرم نعدي الطبيب نعدي اولاد الفاميليا وتكلم كل شيء انا نعدي الباهي والخايب كل شيء على بعضه وبعض الخدمه اللي خدمتها يعني معناتها خاصه الخدمه نتاع بادو هذيك 2015 هذيك الغربه حكايه 2015 يعني عمل صحفي عظيم يجي من بعد بعض الاوباش يعني ما يعرفوش حتى ينقدوا كلام ندرك كيفاش راهو انا ميساجي ماهوش ذنبي اذا كان انت والا انتوما تشوفوا كان الخايب انت تشوف كان خايب ناحيه الدعميه من عينيك اصحابي هاي عينه مثلا سيد قال لك انا جيت هنا وجيت نعرف جا نعرف روحي شنو قادم ونعرف البلاد هذيا اللطف ومانيش كنت نتصورها جنه ولقيت جهنم نو قال نعرف كل شيء وعارف كل شيء وصدمت وخدمت بالحلال وما نخدم كان بالحلال وما نحبش الحرام وما نتبعش الحرام وان شاء الله ربي يبارك له وان شاء الله يبارك لاي واحد وان شاء الله ربي يهدينا ويتوب علينا ورمضانكم مبروك الناس كل المغرب الجزائر تونس جميع المسلمين ان شاء الله ربي يخفف غربتنا جميعا ان شاء الله ربي ينوب علينا ويتوب علينا وان شاء الله يا ربي يرزقنا حسن الخاتم ونتقابلوا في الفردوس الاعلى مع 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 الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ورمضان كريم رمضان ونتمنوا من هاد الناس هادو هاد مغاربه وجزيريه وتوانسه اللي عايشين هنا في الغربه يصوموا رمضان حيت كاين شي ناس راه ماشي يصوموا انت تصوم انايا شين طوبير شين 100% يصوم ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله ربي يهدي الجميع ولكن على الاقل يفطر بالله اللي يفطر معناتها المفطر في رمضان ما نقولوش فاطر راه ربي سبحانه فاطر السماوات والارض نقولوا مفطر نو اللي يفطر بالله يحاول يستر يحاول يخبي وكي نشوفوا واحد مفطر
ندعيوا له ربي سبحانه. كي نشوفوا واحد مرتكب ذنب ولا واحد عامل حاجه خايبه ندعيوا له دعيوه باهيه، مش نزيدوا نسبوه ونزيدوا ننزلوا عليه واللي يعمل باب العاني. نو ندعيوا له، ادعي له بالحق منك دعوه ربي، ادعوا له بالهدايه ربي يهديه ان شاء الله. منك لله يا ايمن، منك لله، منك لله، منك لله، ربي يهديهم ان شاء الله. وتحيه الروايحه، روايحه فيرين سري، غنجي عندك عشيري.